Samedi, on va visiter un peu la ville. Alors, vous découvrir un peu, on est le taxi. Voilà, Rajenchiu. Alors, le côté européen et le côté asiatique. D'abord, on a le côté européen. Alors, le fleuve, c'est le Bosphore. Le côté européen ou le côté sénégalais. Donc, mais les deux continents, voilà, qu'il y a le fleuve. On va aller voir un peu le côté sénégalais. Et après, on va revenir le côté européen. En tous les cas, ils ont une chose différente. Ce qui est très important, le côté européen, ils ont les toilettes adiyah. Le côté sénégalais, ils ont les toilettes donc il faut bien mais la mentalité des Français ou la mentalité des Européens. Les Européens les toilettes harfiya sénégalais en plus les toilettes avec la possibilité de tout temps. Ça c'est la première des choses que j'ai vu que j'ai noté qui est assez intéressante. Voilà. جيت لهذا المحل سميتو جامبارلي تاش كونستانتينا كونستانتينا سا سي لو غيد ديالي انا اللي ضلي فيا وكيديني ان بو باغتو باش كنتسارى الوغ هنا كاينه هذه واحد لوبيليسك كنوري ليكم ها هو هو هذا سي ان اوبيليسك اللي هنايا اي سورتو جبتكم علاش على ود هذاك الحمام ها هو هذا مورايا شوف فوالا الحمام سي اقدم واحد كاين في تركيا هو هذا اللي كاين هنايا هنايا غادي تشوفوا كاين واحد لا موسكي وتركيا معروفه كاين بزاف ديال المساجد فيها ها هي اللي كاينه هنا لور خيجور دونك غادي نفوار اذا خلاوني نسجل الحمام ديالهم نشوف واش الحمام ديالهم بحال الحمام ديالنا ولا لا هو ها هو الحمام ها هو شتي كان مصايب بميمار سينان في 1584 سي اقدم حمام هنايا في تركيا غنشوف الى يمكن لي ندخل نشوف بعدا راه باينه حمامهم شويه بحال حمامنا انتما شوف حتى هما كيديروا هنايا عندهم حتى هما ديال الرجال بوحدهم ديال العيالات بوحدهم فوالا This is original Turkish park. This is the women's place. هذا هو ديال بلاصة العيالات كيبيعوا لهم لي برودوي. شتي اللي ما عندوش الفوط كيقدر يشري الفوط. اهلا اهلا. هلو مرحبا. How do you say How do you say hi in Turkish? مرحبا. مرحبا. Like us. Same. مرحبا. So مرحبا. Cabins, you will change your. هاو معلوم هما لي كابين الفوق فتقدر تقدر تبدل حوايجك. فوالا. هنايا ملي كتالي كتقدر تجي تشرب شي حاجة. في هاد الصالون صغيور. دونك حمامهم شوية مختلف على حمامنا. مي لداخل الوغ ملي كتجي تدخل كتدخل بواحد الفوطاي تو سي سوبر الوغ كاينه واحد الحاجه اللي تبغات بزاف جوج الحوايج الاولانيه فيما كنمشي كنلقاو كيهضروا بالعربيه مي العربيه ماشي ديال تركيا جيت انا سقسيتهم قلت لهم منين نتوما قال لي حنا سوريين ابخي سقسيت السيد اللي معايا قلت له شحال ديال السوريين دوك غنهضر بالانجليزيه معاهم بعد غنترجم سو ها ميني سيريان ريفوجيز دو وي هاف ان اسطنبول اونلي اونلي ان اسطنبول 3 مليون 3 million only in Istanbul. Over total in Turkey 5 million. Wow. دوك بلاد الكرم علاش الناس ديال سوريا مساكن مكرفسين معذبين الناس ديال لوروب جراو عليهم ما قبلوهمش كم دي ريفوجي هنايا في تركيا بلاد الكرم غير في اسطنبول جوج ديال المليون بنسمة اللي قابلين كسوريين لي ريفوجي مساكن اللي ما عندهم ما ياكلوا ما يشربوا ما والو وفي تركيا كامله يو سيت فاين Yes. 5 مليون ديال لي سيريان اللي هما واخدين هنايا حاجه واحده In all Turkey. There's something else I want to ask you. Yes. I saw that you have a lot of dogs. Yes. But they're in good health and nobody like beating them or nobody are doing like bad things to the dogs. How no, come? We are also giving feedings when the weather cold is we will put
some feeding and water in summer. We are looking after them actually very good. We don't let them. They are all also in Istanbul. They are controlled with the government. Good. They have all here. What yeah. do you say? Yeah, yeah, yeah. The tag. the tag. Okay, perfect. Alors, حاجة واحدة أخرى بهضرتني. إحنا عندنا المشاش في المغرب. كيعرفوا حاجة واحدة تصب والكلب سير الجرو. المشاش تصب والكلب سير الجرو. وهنا جبرت الكلاب كيدوزوا حدا الناس ما كيتحركوا ما كيخافوا. إحنا مسكين الكلب إلا شاف شي بنادم على البعد ديال 10 كيلومتر كيهرب حيت عارفوا يا إما غيضربوا بحجرة يا إما غيشير عليه بشي حاجة يا غيستعملوا السحور يا غير. المهم شي حوايج كنسمعوا في المغرب باش يعاب بزاف. هنا جبرتهم تبارك الله ما شاء الله لقيتهم دابا نصورهم كلهم سمان ومكسلين ليا في الزنقه. سقسيتو قلتو دابا سمح ليا شفت انا عندكم الكلاب هنا شي شكل غلاط سمان اي سورتو ما مخلوعينش من بنادم. قال لي صافا با الكلاب عندنا حنا هنا والمشاش محسوبين على الدوله كنخرجوا لهم الماكله وكنخرجوا لهم الشراب ولا حنا ما درناهمش حتى الناس ديال الحومه كيتعاونوا اللي بان له شي كلب ولا اللي بان له شي مش دائما كنلقى في الزنقه طويسات عامرين بالماء وعامرين بالماكله. اش غنقول لكم كيضربني النفس على بلادنا مصاب نتعلموا هذه ماشي غير الدوله معاونه الكليبات ماشي شاد بحق حتى الناس المواطنين ولا باش يضربوهم ويقولوا لهم طب ويلوحوا عليهم الحجر كيخرجوا لهم الماكله حسنه جاريه. مصاب 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 نتعلموا واش تخوصا فريمون جينيال. حاجه اللي تغربت في تركيا واخا اتاتورك عطا الحقوق للمراه مازال عندهم داكشي شي شويه روديمونتير. كنت ماشي بالزنقه واحد السيد داز واحد الكروسه ويدفعني دفعني حتى طحت مي هذيك طحت ماشي ديال داك غير مشيت وجيت وتفافي طحت مع الدوره. كنتسنى السيد غيقول لي سمحي لي واش علاه دار لي داك زعما ليميت ديال وانت اللي كنتي في الطريق اش بغيتي ندير لك كحلي سيري ليه. واحد عاملي بديت كنهضر معاه وكيد ليا روح 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 هذوك المراه حاشاكم يلا يلا سيري سيري اي سا جو تخوي سا ان بو شوكون. سينون اليوم غادي نمشيو نديرو كلكو فيزيت ديال لي مونيمون. الحال مفلس مي سافا با مونبيشي دو سورتيغ باسكو دو توت لي مانيير المسائل اللي كتبغيو ما عمرهم كيتبرمجو كيما بغيتيو. دونك خاصكم تفاعلوا دائما مع الحوايج اللي كيجيوكم كتعوال على الشميشه وداك الشيء ابا با دو تو. داك الكاسكيت تحت غير طيح الشتا باش نقدر نفيلمي مي سافا با مونبيشي دالي فيغ ان بتي تور اون فيل. اي فوالا جينا دابا بواحد لو كارتي بوبولير سميتو اورتاكاي. الوغ هنايا كاين بزاف ديال لي بتي زافافون كيما كنتو تاكلو كاينه لا موسكي كاينين بزاف ديال الحويجات. سي ان بو بحال سي ان بو بحال المدينة القديمة ديالنا حنايا في الصويرة ولا شي حاجة. سي تخي جولي الدنيا نقية كيما كتشوفو الناس مأدبين مخلوقين الماكلة باغتو تو هكا مقلوبين على كرجهم بحال المغاربة ها فيما كتمشي وكاين الماكلة 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 فوالا. وصلنا هنا لواحد البلاصة فين كاين الباطو داكوغ. هنايا مورانا الناس كيكبوا ابا الناس داروا كوميرس. هاد السيد هذا كما كتشوفوه كيبيع الماكله ديال الحميمات. دوك الحميمات الناجس هنا كيجيو كيوكلوهم. دايا خديت انا واحد غادي نوكلهم حتى انا اللي بوديغ راه اللي باغي يخدم راه كيلقى الخدمه واللي ما باغيش يخدم كيلقى العذر كيبقى يتخبى مورا السبه مورا الدوله مورا رئيس الحكومه مورا الناس المرفحين اللي عندهم وما كيعطيهم حتى واحد. سي ارشي فوسيد هو جالس كيترزق سيد ربي. الوغ عندهم هنايا واحد لو تور اون باتو ها هو اللي كيخليك تفرج كاع في لا تركي لو كوتي ديال اسيا ولو كوتي ديال اوروبا. ليتس جو بزاف سلينا سلينا حلو والله حلو. الوغ دابا جيت نشوف لا سبيسياليتي. الوغ لو كي ديالي كي غزال
جيت نشوف لا سبيسياليتي ديال تركيا في الماكله اللي هما عندهم داك بحال دار الفاكهه ديالنا حنايا عندهم سبيسياليتي غادي ندخلوا نوريكم دابور لو ماغازا كيف تن داكشي مسيتف ومتيول ومقاد كيديروا بزاف ديال الفاكهه كيديروا سي بزاف ديال لي زيبيس بحال ديالنا حنا مي اوسي ديال العطريه ديال اللي كتمشي مع الحوت مع اللحم مع الدجاج مع الشواء اكسيتيرا بلوس واحد لا سبيسياليتي ديالهم ما عندناش حنايا اللي كيديروا بحال واحد غنوريكم بحال واحد لا جولي مره كيديروا فيها شويه ديال ماورد مره كيديروا فيها سميتو لي بيستاش مره اوف بريف غنخليكم تشوفوا بعويناتكم سي جوست ترو بون في المحل ونتلاقى مع مغربيه اللي قالت لي اش عرفتي انت ديال الجيش ما كنتيش كديري شي برنامج في الفاتا قلت لها هي انا حصلتيني الوغ هنا نقدم لكم اسم سلام حنان الوغ معنا حنان الوغ حنا في اسطنبول حنان شحال هادي انتي ساكنه هنايا في اسطنبول تقريبا 5 سنين دابا 5 سنين كي دايره الدنيا عاجباك صافا الحمد لله بخير شنو اللي عاجبك في اسطنبول لافي لافي انا عاد حسيت بلافي صراحه سي فري شنو اللي خلاك حسيتي بلافي هنا اكثر من في البلاد انا اول حاجه يعني كتكوني اول شيء كتكوني عايشه لافي بمعنى الكلمه يعني ما كاينش اللي ديرونجيك ما كاينش اللي يحكم عليك مش قصه الحكم كل شيء كيبقى باغ تربيه غير هو كتعرفي كيفاش تحكمي اللي قدامك عاوتاني يعني كتحطي واحد ليميت وكتمشي عليه ما كاينش اللي ديرونجيك نهائيا ديفينيتيفو تقريبا الناس كلهم تيحترموا تيقدروك الا كنتي واقفه خدامه تعاملوا معاك مزيان الا كنتي الوغ انا حاجه وحده تعجبت ليها هنايا في تركيا هي الوغ سمحوا لي الكاميرا كتمشي وتجي هادشي اللي عطا الله هي جاب لي الله التركيين فخورين براسهم شويه عجبهم ماشي شانتين فوالا ماشي شانتين ولا كيعتزوا بالجنسيه ديالهم انا كنت بحال دابا فلاشين قلت لكم لاشين مالغري لو فات لي سي بلاد مطوره بزاف بارابور ا تركيا باغ اكزومبل لاشين لا علاقه اي بورتون جاوني الناس كيحكروا راسهم وما فخورينش براسهم الوغ كو تركيا جاوني الناس هنايا فخورين براسهم بيان سور بيان سور تاكدي بما يفوتي هما فخورين يعني ماشي بلادهم كلشي يعني صراحه ما نقدرش يعني هي تجيهم اي حاجه ماشي مشكل ولكن تجيهم قصه بلادهم حاجه اخرى هذا انا كيضربني النفس على بلادنا اكيد كنقول كيبقى في الحال ويا ربي حنا نستافدوا ونديروا الطايله كما كنقولوا شنو الحاجه اللي الا خديناها من هنا من تركيا ودرناها في بلادنا نديروا لها باش شويه بعدا غير شويه شويه العقل العقل شنو في العقل الا انا بزاف هما من هنايا من والو كيخلقوا الخدمه هنا اي حاجه اللي بغا عاود يقول لي هادي عجباتني بزاف هنا من والو هنا من والو ممكن يديروا بزاف ديال المشاريع وعندك الحق حيت قبيله مشيت لواحد البلاصه غناخذوا الباطو شفتوها معايا لقيت واحد السيد ولاقي الحمال خرج منها خدمه كيبيع الزرع للناس اللي باغيين يعطيو ليه كل حمام كيتصوروا هنا الحاجه الوحيده اللي كتعجبني الحمام كيقطوهم كيقتلهم كيديروهم في الصوبه عباد الله انا نقول لك واحد الحاجه هنا الحاجه الوحيده اللي كتعجبك انهم منين هو يحط شي حاجه فات انا باغي يديرها كيديرها ويوصل هو تكون مزيانه معقوله وفي الحلال وما تاخذش ديالي هنا عمرك ما تبقى شي واحد تركي كيشفر ولا كيسرق او اللي كيتعدى او اللي كيتبسل على اي بنت كيف ما تكون هنايا كيحتارموا شي حاجه سميتها اونتر بارونتيز المراه يعني تكوني لابسه ما لابساش زوينه خايبه كيف ما كنتي كيعطيك واحد ليميت ما ديرونجي تقريبا الا طلعتي في ترامواي كتلقى تقريبا 300000 ديال البشر ياك ما يديرش لك شي حد هكا ديفينيتيفو واقف وخايف خايف هو من راسو علاش كيقول ما خصنيش نديرونجي ممكن تكون مخته عمته ايوا شوف الرجال ديالنا حنا ديال المغرب اللي كيتصنطوا تفضلي صاب شو كيجيني السم على بلادي بالصاب تفهموا دارهم هكاك عائلتهم هكاك وبلادهم هكاك دوك كان ميسي واش لا تقولي شنو تقولي تقولي لخوتنا في الله في المغرب نتمنى لكم حياه سعيده وبالنسبه اللي باغي يخدم راه كاينه الخدمه موجوده غير هو كلشي بالعقل نحاولوا ننزلوا شويه حنا فينا واحد نفخ اكثر من القياس مي
ما مخرجناش نزل كواريك شويه راك غادي تعيش سي با ها هو الميساج نزل كواريك شويه راك غادي تعيش ودير لاباس وتربي الريش ميرسي بو الوغ دابا جينا نشوفوا لي مونيمون لا مورايا هنايا كاين لا موسكي بلو والهيها كاينه لا موسكي سانت صوفي والوغ غنمشيو نتلاو شي شويه في لو بازار ديالهم جو بونس كو سي لا فان دو سيجور جيسبر كو استفدتوا معايا كما انا استفدت ماشي كنتمشاو يقول لي جاني اجي 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 عرفتي شكون اللي كاين هناك قلت له شكون قال لي مستر بين قلت له ما يمكنش مستر بين عايش في الانجليز قال لي لا هذا سي تركيش مستر بين قلت له انا نشوف مستر تركيش مستر بين وقال لي دير بونجور بونجور سا با بيان 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 مستر بين تركي ثانك يو سو ماتش سو الوغ مستر بين عنده فوالا حانوت كيبيع فيه بلان تشوز هنايا سي فري كو قتلني بالضحك ايه المحل ديالو سميتو توب كافي ميرسي صافرا ميرسي بوكو الوغ ما يمكنليش نجي لتركيا ونشوف هادشي وما نديرهاش افيك سيغتو لو باز اللي كان ديال حريم السلطان اي بي جو سوي فينو سي اي جو بي مو ديكيزي تا انا نجي بحال شو كسميتها ويام ياك حريم سلطان ويام حريم سلطان ويام فوالا حريم سلطان امام ايه فوالا هنايا غادي نمشيو نشوفو الحمام فين كانوا كيعوموا فيه كاع الناس اللي عايشين كاع العيالات اللي عايشين في القصر اوتومان انا نخليكم تشوفوا هكا من اللور كيحمق هذا هو فين كانوا كيعوموا فيه كاع العيالات ورجعوه دابا حمام بوبليك فوالا نكملوا لا فيزيت ما كاينه واحد لا فونتين ورايا فوالا هذا هو حمام ديال الحرم السلطان اللي كان في 1556 اليوم دابا رجعوا حمام بوبليك كيدخلوا ليه الناس فوالا